الحقيقة في الدقائق القليلة الباقية أحب أقدم دعوة مشجعة الرب علمهاني منذ قليل. إيه اللي يقصد بيها الوحي المقدس لما يجي في كولوس 2 ويقدم الرب يسوع في سموه، في تميزه، في رفعته، وفي تفوقه من كل ناحية؟ في الواقع إن في 3 مدن مجاورة لبعضها بعض، زي ما نشوف في كولوس أصحاح 2. شوف بيقول إيه الوحي في مطلعه: فإن أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد. هو أوريدي كان يحب يروح لهم، يروح المنطقة دي. أقرب منطقة كان زارها في الوقت دي، في الوقت ده وفي الفترة دي، كانت أفسس. وأفسس دي بعيدة، يعني تبص جغرافيا أفسس حوالي 100 مايل، والمايل 1.68، فدي مسافة كبيرة جدا. فلو 100 مايل بس، يعني حوالي 170 ولا 168 كيلو، مسافة كبيرة. عايز يروح، لكن مش بس لكولوسي، لودوكية. وبين لودوكية وبين كولوسي 10 مايل، يعني مسافة قريبة. ومنطقة تالتة في أصحاح 4 اسمها إيه دي؟ في كولوسي أصحاح 4 اسمها بحسب الكلمة في عدد 13 هيرابوليس. هيرابوليس. وعشان كده بيقول في 4:13: فإن أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لودوكية والذين في هيرابوليس. الفضل كله يرجع للرب، اللي إدى الرب بالروح القدس هذه الرسالة اللي اتكلمنا عن المسيح في سموه المطلق، اللي محدش يساويه ولا يوازيه ولا يمثل بيه على الإطلاق. على الإطلاق اوعى تقارن حد وتحط حد جنب الرب يسوع وتعمل مقارنة، ده خارج كل مقارنات ذهنية أو بشرية. طب إيه موضوع ال3 مناطق دي؟ الحقيقة ال3 مناطق دي لما الروح القدس يكتب لكولوسي ويميز موضوع كولوسي، الحقيقة الرب ليه الفضل الأول، ثانياً بولس إن يكتب هذه الرسالة، ثالثاً في شخصيتين 3 جمال قوي الحقيقة الروح القدس استخدمهم استخدام رائع. أولهم هذا الشخص أبا فراس، وغالباً أبا فراس هو المؤسس لهذه الكنيسة. من الأصحاح الأول نعرف الكلام ده، 1:7 نشوف الروح القدس بيقول إيه عشان يوصلهم للمستوى ده. بيقول: كما تعلمتم أيضا من أبا فراس العبد الحبيب معنا الذي هو خادم أمين المسيح لأجلكم. في أصحاح 4 أبا فراس ده مصلي بطريقة عجيبة جدا، وبيصلي لأجلهم بصفة دائمة، وهو مجاهد كل حين. كلام ده في 4:12 لأجل إخواته في كولوسي بالصلوات عشان يثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. وعنده هذه الغيرة الكثيرة، ومش بس ليهم، لأجل لودوكية والذين في هيرابوليس. الحتة دي اتأثرت بيها، إيش جاب لودوكية مع كولوسي؟ ممكن نشوف لودوكية كده في رؤية 3:16، الكتاب بيقول عنها إيه؟ بص بقى، وحالة الحديث اللي بيكتب وبيكتب هذا الكلام بالروح القدس يوحنا من جزيرة بطمس: ياه، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، ما أبعد المباينة بين مؤمن كولوسي ومؤمن لودوكي. المؤمن الكولوسي بيبص للرأس لكل المجد والتفوق قدام الرب لكل المجد. وهم، أنا أقول حاجة كمان جغرافيا، هل تعلموا إيه اللي موجود في كولوسي جغرافياً يختلف كل الاختلاف عن أي منطقة أخرى؟ الحقيقة في كولوسي في نهر جبلي بارد منعش، الناس بتزوره صيفاً عشان تنتعش. أما لودوكية فيها إيه؟ للأسف لودوكية فيها مياه فاترة غير نظيفة، موجودة في قناة جوفية، ونظر الزائر مجرد ما يوصل هناك يقود الغثيان والشعور بالقيء. ياه،
الحالة صعبة، إلا ودوكي كده استغنى، إلا ودوكي كده. نرجع لرؤية ثلاثة ونشوف الحالة الصعبة ما بين أناس كوليسيين، أناس بتصلي لأجلهم ممتلئين من معرفة مشيئة الرب، وسوف بيقول له إيه؟ لأنك تقول إن أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت السقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. هذا هو الإنسان، رياء، كبرياء، التواء. بكل أسف، بكل أسف، حالة صعبة، حالة قاسية. وهنا في توبيخ في عدد 19، إن كل من أحب أوبخه وأؤدبه، فكل غيورا وتب. طب إيه موضوع هيرابوليس؟ يا هيرابوليس بقى مختلفة برضه. فيها إيه هيرابوليس؟ فيها ينابيع حارة جيدة. يا سلام، يعني إيه ينابيع حارة جيدة؟ أتاري مياه هيرابوليس بتبين مؤمنين حارين في الروح. ويعني إيه حارين في الروح؟ بحسب رومية 12 في اللغة اليونانية عندهم حرارة كافية لإنتاج طاقة مثمرة، بمعنى آخر قلبهم في غليان روحي، في ترجمة أخرى في فيض، بمعنى تطبيقي في نهضة في الروح. نهضة في الروح، رب ادينا نهضة روحية، ادينا فيض، فاض قلبي بكلام صالح، ادينا نكون مؤمنين كوليسيين، نبص ليك انت الرأس اللي فوق الكل، رئاسة مطلقة، وانت فوق الكل يا سيدنا، ونأخذ كل قراراتنا من عندك. ساعدنا يا رب، وساعدنا نكون حارين زي الهيرابوليسيين، وجنبنا كل تصرف لودوكي، فتور، رياء بدون انتماء. عارفين الرب يسوع ختم الموعظة على الجبل وهي أقوى المواعظ على مستوى العالم، إزاي اتختمت في متى 7؟ خلينا نشوف متى 7 عدد 21 ونسمع كلام القدوس لبركة النفوس. شوف الرب بيختم ازاي اكبر موعظة، اهم موعظة واكثر موعظة مؤثرة في كل الكون. متى 7:21، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل ارادة ابا الذي في السماوات. طب نلم الموضوع مع بعض، ايه الموضوع؟ بص، مين بيعمل ارادة ابا الذي في السماوات؟ المؤمن الكلوسي أخوه أبا فراس بيصلي عشان يكون ثابت كامل وممتلئ في كل مشيئة الله. كولوسي 4:12. نعم. طب والمؤمن الحار في الروح بحسب رومية وأصحاح 12 زي الهيرابوليسي، عارفين بيقول إيه بالنسبة للإرادة؟ في رومية 12 العدد الأول والثاني، شوف الروح القدس بيقول إيه من فضلك. بيقول بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. دول مين؟ في 12:11 غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب. ختاماً أعزائي، سؤال ضمير صالح قدام الله، أنت كولوسي بمعنى مؤمن روحي بتبص للرأس دايما، مهمكش المشاكل، مهمكش المتاعب، ضد كل تعليم خطأ، ضد كل شر وشبه شر، هل انت مؤمن هيرابوليسي حار في الروح متجدد الذهن، اما اللوديكي فاتر؟ ايه ده ايه ده؟ ما ترحم نفسك يا أخي قبل ما تنتهي، قبل ما تنتهي الأيام. أدعو النفس المسكينة البعيدة، كلام صعب، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. ده اللي مش بيتكلم إنسان يا جماعة، ده بالروح القدس الرب بيتكلم عن طريق خادم شيخ نقي طاقي
أمين مخلص كبير في السن مقارب التسعين من عمره، وبالروح القدس يديه الرب هذا السفر عن سفر الرؤيا ويوصل. يا رب عنا نكون كوليسيين، وجنادنا نكون لودوكيين، وأعنا يا رب نكون حرين هيرابوليسيين. دعونا نسكب قلوبنا قدام الرب.